يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا. نبدا مع حضراتكم حلقه جديده السادسه. طبعا اخبار كتير جدا وموضوعات كتير جدا، يمكن احداث الناس الحقيقه ما بتشبعش كوره، واليومين دول الحقيقه دخلت معانا كمان كوبا امريكا مع اليورو 2020 مع سادات الاهلي طبعا قبل نهايه تشامبيونز ليج، فعندنا كلام كتير وعندنا اخبار كتير جدا. منتخب مصر الاولمبي كمان حاضر في المشهد الحقيقه بعد الثلاثيه، اعتقد مطمئنه ومريحه بشكل كبير في الجوله الثانيه طبعا اللي جمعته او المواجهه الثانيه اللي جمعته بجنوب افريقيا، مباراه شهدت تالق احمد ياسر ريان. الولد الحقيقه ما شاء الله عليه، يعني بيثبت وبيدي برده كمان الحقيقه درس مهم جدا في فكره الاصرار. يعني انا بشوف انه فكره الاراده والاصرار دي واحده من اكثر مقاومات نجاح اي حد، في مش بس في الكوره، في اي حاجه في الدنيا. واحمد ما اكتفاش بس بانه ولد عنده امكانيات وعنده مهارات كويسه، لكن في كل مطب صعب اتعرض له كان قادر يرجع، ودي في حد ذاتها ميزه كبيره جدا ومش موجوده غير عند اللعيبه الكبار اللي مدركين تماما حجم امكانياتهم وعندهم ثقه كبيره جدا في نفسهم وعندهم رغبه واصرار في ان هم يقبلوا اي تحدي. واحمد ياسر كسب اكتر من تحدي الحقيقه، وقدم امبارح نسخه رائعه الحقيقه من مهاجم كمهاجم لمنتخب مصر الاولمبي، احرز هدفين. صلاح محسن كمان تالق الفرقه امبارح الحقيقه، لعبت مباراه جيده قياسا أو مقارنة بالماتش الأولاني، وإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي اللي رايح طبعا طوكيو عشان يلعب فرق من عيار تقيل برضه. ولكن الحقيقة التشكيلة والكوكبة، يعني دايما لما بنبص للمنتخبات الأولمبية تحديدا ممكن إنك أنت تلاقي 11 حلوين، تلاقي 11 تقال في الملعب، لكن صعب إنك أنت تلاقي البدايل اللي ممكن تكون على نفس المستوى. التشكيلة بتاعت كابتن شوقي تشكيلة عظيمة جدا، تحتار الحقيقة أنت لو إداك أو حد إداك الفكره انك انت تاخد قرار تحط مين 11 لعيب اساسي، هتواجه حيره لان عندك في كل مركز الحقيقه اسماء على مستوى عالي جدا. والحقيقه املنا كبير جدا في المنتخب ده ان شاء الله الفتره اللي جايه ما يكونش فيه اصابات، ما يكونش فيه حد بره السكواد، وان شاء الله باذن الله يسافروا طوكيو بالسلامه، يكونوا في احسن مستوى من الجاهزيه ويقدموا عروض قويه. ما عنديش شك ان هم يقدروا، حتى لو كان قدامنا اسبانيا والارجنتين واستراليا انا شايف ان منتخب مصر يقدر. كل التوفيق للولاد ان شاء الله. هنتكلم على حضراتكم عارفين طبعا انه في الاجنده الدوليه تونس كان عندها ثلاث ماتشات، الماتش الاول مع الجزائر والماتش الثاني مع الكونغو، ومفترض كمان هيلعبوا بكره ان شاء الله مع مالي، اعتقد بكره هيلعبوا الماتش الثالث مع مالي. وبالمناسبه ويمكن ده واحد من الاخبار اللي هنتكلم فيها النهارده، انه في السكواد بتاع تونس كان في اكتر من لاعب في الترجي. النهارده صدر قرار من الجامعه التونسيه او الاتحاد الكره التونسي، يعني انه لعيبه الترجي كلها تطلع بره المعسكر عشان يدخلوا او ينضموا لمعسكر فرقه الترجي اللي بيبدا طبعا استعدادا للنادي الاهلي يوم السبت. خلينا نتكلم في التفاصيل مع حضراتكم واكلمكم كمان على اخبار فرقتنا واخبار المسحه، بس خلونا نروح لفاصل ونرجع نتكلم في السادسه. مره ثانيه برحب بحضراتكم. بدايه خليني اطمنكم على المسحه اللي عملتها فرقه النادي الاهلي امبارح قبل التمرين اللي ابتدى في ملعب التتش. النهارده دكتور احمد ابو عبله الحمد لله طمنا على نتيجه المسحه، الحمد لله كل اللاعبين جت مسحتهم سلبيه وان شاء الله باذن الله نطمن عليهم، وانا هحكي لكم يمكن السيناريو هيمشي ازاي بكره. خليني بس قبل ما ادخل في تفاصيل تحضير النادي الاهلي للسفر اقول لكم انه الماتش طبعا اتاكد بشكل رسمي، تاكيدات من الكاف للنادي الاهلي انه الماتش اللي هيجمع بين الاهلي والترجي يوم السبت اللي جاي هيبقى ان شاء الله بشكل نهائي ورسمي الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره بدلا من الساعه 9. كان المفروض الماتش هيتلعب الساعه 9، الكاف اكد خلاص بشكل رسمي انه تم تغيير موعد اللقاء عشان يكون ان شاء الله الساعه 6. بكره بقى هيحصل ايه؟ ان شاء الله بكره في تمرين الصبح للفرقه، هيتمرنوا تمرينهم العادي في ملعب التتش. بعد كده الفرقه او بعثه الفريق كلها هتتجه الساعه 4 تحديدا لرادس، وده هيحصل من خلال رحله خاصه او طائره خاصه لفرقه النادي الاهلي، وكابتن محمود الخطيب هو اللي هيكون رئيس البعثه ان شاء الله باذن الله. ويمكن طبعا حضراتكم عارفين كابتن خطيب حريص دايما على مسانده كل فرق النادي الاهلي بشكل عام وايضا فرقه كره القدم بشكل خاص، بيكون دايما معاهم خصوصا في الماتشات الحاسمه او الماتشات الصعبه او الثقيله، وماتش بين الاهلي والترجي ايا كان في دور ايه هو بالتاكيد واحده من المواجهات الصعبه في كره القدم. فعشان كده الحقيقه كابتن خطيب هيكون موجود، واعتقد الخطيب في التوقيتات دي وفي المناسبات دي بيكون له دور كبير جدا في
تحفيز اللعيبه، في خلق جو بيدي نصايح، بيدي خلاصه خبره واحد من افضل لعيبه كره القدم في القاره الافريقيه. عشان كده وجوده في الماتشات دي بالتاكيد بيفرق بشكل كبير مع النادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق للاعبتنا. الجهاز الفني يمكن يعني يفضل انه يسافر قبل الماتش باربع ايام عشان يتعود على الاجواء في تونس ويتعايش مع الاجواء، خصوصا ناحيه الطقس وكده. لو ان تونس الحقيقه جواها حلو في التوقيت ده، واعتقد انها افضل بكتير من مواجهات صعبه مرت على النادي الاهلي خلال منافسات الشامبيونز ليج السنه دي، فبتهيألي مش هتكون عقبه. الماتش هيتلعب في توقيت برضه مناسب جدا، حضراتكم عارفين ان بعض الفرق كانت بتفضل دايما انها تلعب الاهلي، خصوصا الفرق اللي في وسط افريقيا، في التوقيت بدري شويه عشان يعني تعرض لضغط الحاله الجويه، درجات الحراره، الرطوبه. لكن اعتقد لعبنا في ظروف اصعب بكتير جدا من اللي هنواجه فيها الترجي في رادس، وان شاء الله باذن الله احنا متفائلين جدا جدا جدا. خليني اقول لحضراتكم انه تقرر برضو بشكل نهائي انه محمود متولي ومحمد هاني مش هيسافروا مع البعثه بسبب طبعا الاصابات اللي تعرضوا ليها في الفترة الأخيرة. متولي يمكن كان عنده شد في العضلة الخلفية، يعني جات له في ماتش مصر للتأمين، ونتمنى له يرجع بسرعة. واحد من الحقيقة أنا بشوف متولي واحد من اللعيبة الرجالة اللي إمكانياتهم الحقيقة وقدراتهم ما ظهرتش لسه مع النادي الأهلي بالشكل الكامل، وأعتقد إنه إن شاء الله لما استعيد يعني فورمته كده ومستواه هيكون واحد من أهم الإضافات. لعيب جوكر، لعيب بكره بيلعب بدماغه كويس جدا، تقدر تعتمد عليه في اكتر من مركز، فاعتقد انه هيكون اضافه كبيره جدا ان شاء الله باذن الله، بس ربنا يحميه من قصه الاصابات دي. هاني طبعا حضراتكم عارفين، ويمكن من اول ما اصيب فمؤخرا يعني تم الاعلان انه من الصعب جدا ان هو يلحق ماتش الذهاب في رادس، لكن ان شاء الله باذن الله في امل كبير انه يعني يكون موجود في مباراه العوده. وبالمناسبه أنا شايف إنه ده توقيت مناسب جدا لجمهور النادي الأهلي على السوشيال ميديا، يعني أنا شايف إنه لعيبة الأهلي محتاجة دعم كبير، خصوصا اللي ممكن يكونوا حد زي رامي مثلا. يعني أنا قلت لحضراتكم إنه أغلب التوقعات إنه رامي هو اللي هيلعب في الناحية الباك باك يمين، يعني يلعب على حمدو الهوني. ده أغلب يعني القرايات، أنا مش بقول معلومة يعني أكيدة، لكن وارد جدا في مستر موسيماني بعد تدريبات في تونس يكون ليه رأي مخالف. أنا بيتهيألي إنه ده وقت مناسب جدا إن إحنا ندعم اللاعبين، خصوصا اللي ممكن يكونوا حاسمين. ممكن أوقات كتير جدا، وشفنا السيناريو ده بيتكرر في أكتر من مباراة في كأس عالم أندية، في بطولة أفريقيا النسخة اللي فاتت، لعيبة كانت بعيد عن فورمتها، لعيبه ما كانتش موفقه في ماتشات كتير جدا، لكن كانت ليها بصمه وكان ليها يعني تواجد حاسم في مواجهات رفيعه المستوى. انا مش عايز اقول اسماء، لكن انا اذا كنت بكلم جمهور نادي الاهلي بقول انه ده الوقت الانسب والافضل لدعم اللاعبين في الفتره اللي جايه قبل مواجهه تونس طبعا، موقعة رادس مع الترجي التونسي. طيب خلينا ناخد تليفون من هاني الابراهيمي الصحفي بموقع جول التونسي. طبعا هنحاول نقرب اكتر من الترجي ونعرف استعداداته وتحضيراته اللي بالتاكيد على اعلى مستوى. زميل عزيز هاني الابراهيمي، بشكرك طبعا على التواصل معنا على شاشه النادي الاهلي، واهلا بيك في السادسه. مرحبا بك يا اخي، شكرا على هذه الاستضافه في قناتكم قناه الاهلي المصريه. يعني في أجواء الحقيقة يمكن مهمة جدا وأعتقد حماسية جدا على مستوى الفرقتين. احنا بنتكلم على واحد من أهم الكلاسيكيات الكرة الأفريقية، الأهلي والترجي، ديربي شمال أفريقيا، بالتأكيد طبعا استعداد خاصة جدا في تونس لاستقبال النادي الأهلي في مباراة الذهاب. نتكلم كده على ملامح تحضير الترجي لمواجهة السبت القادم. طبعا كما يعرف الجميع الترجي التونسي يراهن وبجديه هذا الموسم على دوري ابطال افريقيا على غرار المواسم الاخيره. الترجي كان فاز بلقبين متتاليين في هذه المسابقه ويامل في هذا الموسم ان يتوج بهذا اللقب. الترجي اكيد كانت استعدادات استثنائيه باعتبار ان المباراه بحجم منافس وهو الاهلي المغربي الحريق
تبديل وعمليه في افريقيا وايضا لقيمه المسابقه وهو الدور نصف النهائي من رابطة الابطال. الترجي استعداداته كانت منذ اسد يعني هذه المباراه باعتبار ان البطوله التونسيه قد انتهت منذ اسابيع وايضا الترجي كان قد غادر مسابقه كاس تونس وبذلك معين الشعبي مجرد الترجي وكل الاداره الفنيه ركز بجديه وكامل تركيزه كان منصب على مواجهه الاهلي في الذهاب والاياب. الترجي ايضا كان قد استعاد في اليومين الاخيرين خدمات محمد علي بن رمضان ومعز الشريفيه من المنتخب التونسي اللذان غادرا تربص منتخب تونس قبل مواجهه مالي التي ستقام غدا، وايضا استعاد لاعبه عبد القادر بدران الذي جاء الى تونس مع المنتخب الجزائري وبقي هنا في تونس لكي ينضم بعد ذلك الى تدريبات الترجي. هاني اسمح لي، هو يمكن صدر قرار من الاتحاد التونسي بخروج لاعبي الترجي، هل لاسباب فنيه ولا هل من اجل استعدادهم او دخولهم في المعسكر المغلق الخاص بفرقه الترجي استعدادا للنادي الاهلي؟ يعني هم مش مفترض ان هم يلعبوا ماتش بكره اللي هيجمع بين تونس وبين مالي على ما اعتقد. هو الترجي طلب من الاتحاد التونسي لكره القدم تمكينه من محمد علي بن رمضان ومعز الشريفيه وفرق من مصر ايضا، لكن الاتحاد التونسي وافق على معز الشريفيه ومحمد علي بن رمضان لكن رفض تسريح فرق من مصر باعتبار ان الملامح والانظمه التي تاتي من ضرب المنتخب تقول ان بالنصره قد يكون نسبه كبيره غدا لتسجيل مباراه ضد المنتخب المالي وسيبحث بعدها بالترجي. لهذا الترجي كانت الامور ثالثه بينه وبين الاتحاد التونسي لكره القدم، طلب وفق الاتحاد على عوده بن رمضان وايضا يعني بن مصطفى هو اللاعب الوحيد من الترجي اللي موجود دلوقتي في قوام المنتخب التونسي والاحتمال يشارك بكره او ما يشاركش طبعا طبقا لرؤيه الجهاز الفني في مباراه تونس ومالي. بالضبط بالضبط، سيكون بنسبه كبيره اساسي غدا في مباراه المنتخب المالي خاصه انه مدرب المنتخب التونسي مدرب القضيه يعول على هذا الحارس، وكان في وقت من الاوقات يعتبره الحارس الاول للمنتخب والترجي اذا يكون مكتمل الصفوف بتسجيل بالنسبه. طب هاني معلش عشان انا بعتذر لدي الوقت، سؤال اخير بس فيما يتعلق بالحضور الجماهيري لانه تضاربت الاقوال والاخبار في الفتره الاخيره ما بين تحذيرات من الكاف بحضور جماهير في مباراه الاهلي والترجي واصرار وناحيه ثانيه اصرار من جانب الترجي التونسي مع اخذ الاجراءات الاحترازيه والوقائيه طبعا على حضور نسبه معينه من الجماهير في المباراه، ايه الامر والامر انتهى على ايه او تم الاستقرار على ايه في النهايه؟ بالفعل هي تونس الان في تقاوم زي الصوره مثل بقيه الدول، لكن الامور الصحيه في تونس ليست على ما يرام وهذا طبيعي جدا، وتونس تلعب كل المباريات بدون جمهور، لكن الترجي وجمهور الترجي بصفه خاصه منذ ايام او منذ اكثر من اسبوع قام بوقفات احتجاجيه، قام بطلب ان يتم تمكين الترجي من حضور جماهيري ولو بعدد قليل. في المره الاولى جماهير الترجي نادت بان يكون الجمهور متواجد في ملعب رابط في ربع سقف الاستيعاب التي تكون تقريبا 12000 متفرج، لكن اخر الانظمه واخر المعلومات التي بحاجه الان ان وزاره الصحه ورئاسه الحكومه التونسيه تتجه نوعا ما لم يصدر قرار رسمي ولكن تتجه نوعا ما الى تمكين الترجي من حضور 5000 متفرج فقط في هذه المباراه، وهو ما يعتبر استثناء نقول انه ايجابي بالنسبه للحكومه التونسيه التي استجابت لطلب الترجي، لكن بعد كل هذا حتى الان ليس هناك اي قرار رسمي الى حد هذه اللحظه. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز هاني ابراهيمي الصحفي بموقع جول التونسي، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا. ودي كانت اخبار من تونس فيما يتعلق باستعدادات الترجي وفيما يتعلق ايضا بنقطه الحضور الجماهيري من عدمه. والحقيقه يمكن اطمن برضو حضراتكم في حاله ما اذا تم السماح للترجي بحضور جماهير في مباراه الذهاب في رادس، فالاهلي الحقيقه على تواصل مع المسؤولين في وزاره الصحه والامن المصري ايضا لاخذ موافقه لحضور جماهيري بنسبه معينه طبعا في لقاء العوده في القاهره. خلينا نسمع راي بقى الجمهور، يعني انا عارف طبعا انه ناس كتير جدا منتظره
بشغف كبير جدا إقامة اللقاء، رأي الناس في مواجهات الأهلي والترجي وتوقعاتهم للمواجهة اللي جاية ماتش الذهاب في رادس. خلينا نتابع التقرير ونرجع لحضراتكم. الأهلي فريق كبير كبير كبير، وإن شاء الله هيكسب وهتبقى الفرق كبير جدا لأنه مدرب كويس جدا. إن شاء الله 2-1 للأهلي بإذن الله. أتمنى فوز الأهلي أو تعادل، بس الأهلي يكون يجيب أهداف، لأن الهدف في بره الملعب بيبقى ليه تأثير جامد يعني. إن شاء الله هنكسب 2-0، والأهلي ده حبيبنا، وإحنا قاعدين دلوقتي في النادي بندعي له من قلبنا إن يكسب. أتمنى إن شاء الله ان ربنا يكرمنا كده ونجيب على الاقل 1-0، يعني نجيب جون هناك ونرجع ان شاء الله فايزين بال1-0 دوت على الاقل، لان طبعا الجون هناك هيفرق كتير بالنسبه للماتش العوده هنا. احتمال كبير التعادل اللي انا متوقعه، يعني خاصه ان عقل الفريق بيقولوا مش هيلعب اللي هو قفشه، فلما قفشه بيبقى مش موجود مع الفرقه بيبقى جزء كبير جدا من التكتيك اللعب، يعني بيبقى فيه نقص شويه. ان شاء الله الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه، سواء يفوز او يعني على الاقل يتعادل. ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0. انا اتوقع هنحسم الموقف من الشوط الاول، المستوى الحالي بيقول كده، ومستوى البطوله السنه دي بيقول كده، وتاريخ الاهلي ونتائجه في السنين الاخيره برضو بتدعم نفس الراي. ان شاء الله 2-1 للاهلي بامر الله، احنا فريق واخد على الفوز، وان شاء الله بامر الله نحقق ماتش كويس، وان شاء الله بامر الله ربنا يكرمنا ونفوز ان شاء الله. ان شاء الله يعني نتمنى المكسب للاهلي، وتوقعاتي 2-1 باذن الله. ان شاء الله الاهلي يحقق مكسب ويكون فوز 2-1 للاهلي، اتوقع كده للاهلي ان شاء الله يبقى 2-1. طبعا من اللحظه اللي قلت فيها لحضراتكم او اللي تم الاعلان فيها من قبل كابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي على ميعاد السفر لطوكيو، قلت لحضراتكم ان في مشكله كبيره جدا، وهي التعارض اللي موجود بين ميعاد سفر الاولمبي لطوكيو اللي اتحدد بتاريخ 16 وبين ان شاء الله تاريخ 17 يوليو. لا نامل ان النادي الاهلي يكون موجود في نهائي دوري الابطال، ده الميعاد اللي حدده الاتحاد الافريقي لمواجهه النهائي في دوري الابطال، وبالتالي يعني التفكير او الاتجاه دلوقتي جوه المنتخب الاولمبي انه كابتن شوقي بيفكر في استبعاد لاعيبه النادي الاهلي من المنتخب الاولمبي، والقرار مش نهائي عشان نبقى برضو واضحين، القرار هيبان بشكل نهائي او هيتاخد بشكل نهائي بعد مباراه العوده اللي هتتلعب هنا في القاهره يوم 26. لكن التوجه او الفكر دلوقتي، يعني كان قلت لحضراتكم ان التعارض ده هيكون حله ايه، لانه انت عندك مشكلتين في الميعادين دول، 16 سفر منتخب اولمبي، 17 الاهلي بيلعب في المغرب نهائي دوري الابطال. القصه هنا في ايه؟ في انك انت عشان تسافر لليابان محتاج 48 ساعه، لانه في فتره ترانزيت طويله جدا. ومش بس كده، انت بعد ال 48 ساعه السفر عندك فتره مفترض انك انت بتقعد فيها في الحجر الصحي. فالجهاز بيشوف انه عشان لعيبه الاهلي تتحرك من المغرب يوم 18، طبعا ده على اسرع تقدير، يعني لو قلنا ان الماتش خلص 17 اللعيبه سافرت 18، لو وصلت القاهره وطلعت على اليابان دايركت، انت بتتكلم في 48 ساعه مينيمم سفر، يعني يوصل يوم 20 يقعد في الحجر، هيتمرن امتى ويتاقلم امتى على الاجواء ويخش في حاله التركيز الخاصه ببطوله قويه زي الاولمبياد. وانت عندك ماتش اسبانيا الاولاني 22 وماتش الارجنتيني الثاني 25، فبالتالي هم شايفين انه هيبقى من الصعب جدا انه لعيبه الاهلي تلحق اول ماتشين للمنتخب مصر الاولمبي، وبالتالي هيتم استبعادهم. احنا بنتكلم على اسماء لعيبه الحقيقه مهمه جدا ومؤثره جدا مع الاهلي، ومؤثره ايضا مع المنتخب الاولمبي، لعيبه زي صلاح محسن تألق امبارح بشده ومتألق الحقيقه في الفتره الاخيره، ونتمنى استمراره في حاله التركيز دي في الفتره اللي جايه، محتاجينه جدا. صلاح محسن، عندك طاهر محمد طاهر، عندك ناصر ماهر، عندك اكرم توفيق، وعندك كمان احمد رمضان باكهام. وزي ما قلت لحضراتكم القرار النهائي هيتحدد بناء على مواجهه يوم 26 مباراه العوده، اذا تأهل النادي الاهلي، وده اللي نتمناه طبعا انه النادي الاهلي يتاهل لنهائي دوري الابطال، يبقى في الغالب هيتم استبعاد لعيبه النادي الاهلي
من القائمه بتاعه الاولمبي. مش بس كده، كمان كان في تفكير وكان في رغبه واضحه وتم الاعلان عنها من كابتن شوقي باستدعاء كابتن محمد شناوي حارس مرمى نادي الاهلي عشان يشارك مع المنتخب، وده ايضا الحقيقه برضو احتمال اصبح مهدد بالفشل، لانه طبعا شناوي عنصر من العناصر الاساسيه، واحد من اهم اللاعبين في سكواد الاهلي، وبالتاكيد وجوده في نهائي دوري الابطال لا غنى عنه، وبالتالي احتمال كمان الشناوي ما يشاركش مع المنتخب. متواصلين مع حضراتكم في السادسه، بس نروح لفاصل ونرجع على طول. كريستيان إريكسن طبعا نجم منتخب الدنمارك، واحد من النجوم اللي طبعا واحد في الكوره نجم كبير واسم محترم جدا الحقيقه، واحد من يمكن يكون اللاعب الاهم في تشكيله الدنمارك، لكن الحقيقه يمكن حادثته او وقعت سقوطه في ارض الملعب في مواجهه الدنمارك وفنلندا شدت انتباه العالم ووقفته للحظات كده في حاله صمت وترقب كبيره جدا، وخلت الحقيقه يمكن حاله التعاطف معاه خليته ماده دسمه الحقيقه لكل وسائل الاعلام اللي ركزت على متابعه حالته. يمكن معنا اكتر من خبر النهارده، بدايه طبعا اكلم حضراتكم على اداره الاعلام في الاتحاد الدنماركي اللي كشفت عن تفاصيل الحاله الصحيه لكريستيان إريكسن، وقالت الحقيقه يمكن في يعني تصريحات ليها ان الاتحاد دايما في حاله تواصل مستمر معاه طول الوقت وكل يوم، وانه الحمد لله بنطمن كل المتابعين لحاله كريستيان إريكسن ان حالته مستقره وجيده. كمان الحقيقه يمكن زي ما قالت لجازيتا ديل سبورت، قالت انه في تصريحات يمكن اتنشرت على لسانه، تصريح لإريكسن اول ما اتكلم وجه فيه الشكر للجميع على مساندتهم لي، وقال انه انا اشكركم وان انا لن استسلم وان انا بأشعر بتحسن كبير في الفتره الحاليه، بحاول بس افهم ايه اللي حصل، لكن في النهايه انا بشكركم جميعا على كل حاجه عملتوها عشاني. ويمكن اكتر من خبر لفت نظري الحقيقه منشط جميل جدا في ماركا الاسبانيه، كانت بتقول فيه لقد علمنا من فاز ببطوله يورو 2020 انهم الأطباء. طبعا إشادة غير طبيعية الحقيقة بالمستوى المحترف اللي تعامل بالجهاز الطبي مع واقعة إريكسن، لحظات ممكن ثواني أو أجزاء من الثانية كمان بتفصل في مواقف زي دي بين حياة أو موت، وأعتقد أنه التعامل كان أكتر من رائع. بيتر شمايكل اتكلم الحقيقة يمكن على خلفية الواقعة، وهاجم الاتحاد الأوروبي بشكل كبير جدا على قراره باستكمال المباراة في ظل طبعا حالة صعبة وإنسانية جدا زي كريستيان إريكسن، وقال الحقيقة في بعض التصريحات اللي نشرتها ماركا أنه زوجة إريكسن سابرينا جونسون ظنت أول ما وقع إريكسن على أرضية الملعب أنه توفى، لكن يمكن كاسبر شمايكل ابنه طبعا حارس الدنمارك هو اللي راح وطمنها أنه عايش ما توفاش. طيب هنتكلم أكتر عن كوبا أمريكا في السادسة. طبعا الانطلاقه بين البرازيل وفنزويلا كانت اكتر من رائعه، ثلاثيه البرازيل بتقول انها جاهزه لتحقيق اللقب، تشكيله البرازيل، كل الحقيقه ما يتعلق بكوبا امريكا هيكون معانا تفاصيله في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس، بس بعد فاصل سريع جدا. باستثناء منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين، يمكن يكون لاعبي أمريكا الجنوبية مش اللعيبة أو مش المنتخبات الأكثر شهرة مثلا أو الأكثر من حيث القيمة التسويقية، لكن بالتأكيد تظل أمريكا اللاتينية منبع الحقيقة للمواهب واكتشاف النجوم على كل المستويات. بكلم حضراتكم على تشيلي، بكلم على إكوادور، بكلم على فنزويلا، بكلم على كولومبيا، والحقيقه يمكن النسخه دي من كوبا امريكا لغايه اخر لحظه كانت مهدده بالالغاء طبعا بعد قرار نقلها من الدول اللي كانت هتستضيفها الارجنتين وكولومبيا للبرازيل. وسمعنا الحقيقه عن عواصف من الاحتجاجات والاعتراضات من كتير من لاعبي، وبعض اللعيبه منهم حتى نجوم منتخب البرازيل كانوا بيطالبوا بمقاطعه البطوله او عدم المشاركه فيها، كل ده طبعا على خلفيه انتشار فيروس كورونا في دول قاره امريكا الجنوبيه. هيكون معانا من خلال فيديو كونفرنس ماوريسيو كوبرتينو مدرب بالميراس الحالي والمدير الفني السابق لمنتخب البرازيل للشباب، نتكلم معاه على اجواء البطوله. طبعا بدايه ارحب بيك على شاشه الاهلي في السادسه، وبدايه اعرف كمان منك اول سؤال، هل كنت مع او ضد اقامه البطوله او الغائها؟
سعيد، انا سعيد بوجودي مع النادي الاهلي على قناه النادي الاهلي. سعيد لوجودي على قناه النادي الاهلي وللتحدث عن كوبا امريكا المقامه في البرازيل. كنت مع اصوات تعترض على اقامه البطوله في التوقيت ده، طبعا بسبب انتشار فيروس كورونا. بعض لاعبي البرازيل ونجومه طلبوا بمقاطعه البطوله، هل كنت مع وجهه النظر اللي بتعيد اقامتها او مقاطعتها؟ أنا كنت أتمنى إقامتهم في الدول المفترض أن يقام فيها من قبل، ولكن للأجواء الموجودة تم نقلها إلى البرازيل، وأتمنى أن تستمر البطولة، وهذا توقيت جيد لإقامتها، وليس لدي أي مانع في إقامتها في هذا التوقيت. تعودنا الحقيقة دايما أنه أي بطولة بيشارك فيها منتخب برازيلي بيكون هو المرشح أول للتتويج، هل بترى أنه نفس النظرة دي أو نفس المنطق ده ينطبق على النسخة الجديدة من كوبا أمريكا؟ منتخب البرازيل في هذه المرحلة يمر بفترة متميزة مع مدربه الموجود حاليا. مدرب البرازيل ومنتخب البرازيل في أفضل حالاتهم، وأتوقع أن يقدم مباريات عالية المستوى. في بعض الأصوات أو وجهات النظر بتقول أو بتربط دايما بين قوة المنتخب البرازيلي والحالة اللي عليها نيمار، وبيروا أنه أو بيختزلوا قوة المنتخب البرازيلي أو نص حمولة المنتخب البرازيلي في قدرات نيمار، فإذا كان نيمار في أفضل حالاته بيكون المنتخب البرازيلي في أفضل حالاته والعكس الصحيح، مع أو ضد برضو نفس وجهة النظر دي؟ أنا مقتنع تماما أن منتخب البرازيل يمر بأفضل حالاته مع المدرب الحالي، وجميع اللاعبين وليس باستثناء نيمار يمرون بحالة جيدة ومتميزة، وبالتأكيد نيمار إضافة كبيرة. عندما نيمار يلعب بشكل جيد هذا ينعكس على منتخب البرازيل بشكل عام، ولكن نيمار يلعب مع لاعبين متميزين وعلى مستوى عالي، ويتمنى أن يكون اللاعبين المتميزين في البطولة من البرازيل أو منتخب البرازيل، لأن هذا حقهم الطبيعي وهم في أفضل حالاتهم. ازاي بتشوف فوز البرازيل على فنزويلا بنتيجه 3-0؟ هل ده مقياس على قوه المنتخب البرازيلي من وجهه نظرك؟ هل دليل على قدرته على المنافسه بالبطوله، ولا بترى انه المنتخب الفنزويلي منتخب متواضع نوعا ما ومش مقياس نقدر نقيس عليه مستوى منتخب البرازيل؟ مباراتنا ضد فنزويلا كانت صعبة ولم تكن سهلة، كانت أطول الأوقات في المباراة الكرة لصالحنا، ولكن لنتحدث بشكل واضح أن البرازيل لديه لاعبين مستويات متميزة ويلعبون بشكل جيد، والتخطيط العام للبطولة في البرازيل في أفضل وضعية، ولذلك أقول أن اللاعبين جميعا على مستوى المسؤولية ويمكنهم تقديم أعلى المستويات، وهذا ليس بغريب على البرازيل. غير البرازيل والأرجنتين، هل بتشوف مع المنتخبين دول أسماء تانية، أسماء منتخبات تانية مرشحة بالجيل الحالي ليها أنها تنافس على بطولة كوبا أمريكا؟ منتخب الأرجنتين قوي، منتخب قوي،
ويمتلك من اللاعبين لاعبين متميزين ويمكنهم صنع الفارق في أي لحظة مثل ميسي ودي ماريا وآخرين. ولكن ويتمنى أن يؤدوا أيضا مباريات قوية ومتميزة، والبرازيل هم أيضا على نفس المستوى. مين النجوم اللي تتوقع أنه بريقهم يزداد أو يعني تقدمهم البطولة دي للعالم؟ وإحنا عارفين دايما أن كوبا أمريكا لازم في كل نسخة منها بتفرز أو بتطلع نجوم جداد. سؤال مهم جدا، وهذه البطولة تفرز لاعبين متميزين. الأرجنتين عندهم لاعب متميز في وسط الدفاع، وهناك لاعبين آخرين وعندهم الإمكانية للظهور بمستوى طيب في هذه البطولة. وأيضا منتخب أوروغواي لديهم من اللاعبين المتميزين ممكن أن يظهروا في هذه البطولة بشكل جيد، وهذا ينعكس عليهم أثناء البطولة، وفي نهاية البطولة يظهر العديد من الأسماء الجديدة. والمنتخبات في أمريكا اللاتينية لديها من اللاعبين الكسر المتميزين. ماوريتسيو كوبرتينو مدرب بالميراس الحالي والمدير الفني السابق لمنتخب شباب البرازيل، بشكرك شكرا جزيلا. العالم كله يعشق الكرة البرازيلية ونجوم البرازيل على مدار التاريخ مهما كان الجيل، والحقيقة يمكن واحد من أكثر المنتخبات متعة، بيقدم كرة ممتعة على مستوى العالم. كل التوفيق للبرازيل. نتمنى أنكم تستمتعوا بكوبا أمريكا، زي ما أتمنى كمان أنكم تستمتعوا بظهور مميز جدا طبعا لزميلي وصديقي العزيز كابتن هاني رمزي، واحد من أفضل المدافعين في تاريخ الكرة المصرية، ودي مش مجاملة الحقيقة، محترف بكل ما تحمله الكلمة من معاني، سواء من أنه فتح باب الاحتراف في بداية التسعينيات طبعا بعد كأس العالم في إيطاليا، أو سواء كمان بمسيرة احترافية ناجحة في واحد من أقوى الدوريات الأوروبية طبعا الدوري الألماني، لعب لأكثر من فريق، مشوار طويل جدا مع الاحتراف، يأكد لك أنه مش بس الإمكانيات أو المهارات أو القدرات بس هي اللي بتحسب مسألة نجاحك في الاحتراف الخارجي، لكن كمان قدرتك على أنك تبص الأمور بعقلية مختلفة، على أنك أنت تطور من نفسك، على أنك أنت تكون أكثر من ملتزم. عشان كده هو واحد من أكثر التجارب المصرية احترافا وثراء الحقيقة. هيظهر النهاردة بشكل جديد على شاشة قناة النادي الأهلي إن شاء الله أولى حلقات برنامج المحترف. أتمنى له الحقيقة كل التوفيق. هو الاحتراف بالنسبة له مش بس جوه الملعب، لكن كمان تقدر تقول كده على هاني رمزي أنه الاحتراف أسلوب حياة، وجبة كروية هتتقدم لحضراتكم على شاشة الأهلي كل يوم اثنين وكل يوم خميس. أتمنى إن شاء الله أنكم تستمتعوا بيها بداية، وأتمنى كل التوفيق للزميل العزيز كابتن هاني رمزي في ظهوره الأول النهاردة في برنامجه الجديد المحترف. تحياتي لحضراتكم، بشكركم على متابعة السادسة. من بكرة إن شاء الله بإذن الله نتابع تمرين النادي الأهلي في تونس، وإن شاء الله كل التوفيق للأهلي في تحقيق نجمة العشرة.